دكتورة، نجمو نحكيو على إدمان إذا كان احنا تويكا نحكيو على أمبخي أدوليسان 13 سنة، دونك مغروم بالرياضة، يلعب رياضة في أوقات الدراسة، ينجم يبعد على الألعاب الإلكترونية، لكن كي يبدأ عنده وقت فراغ الكل مخصص للألعاب الإلكترونية، تقول لي نجم حتى يوصل ينسى الماكلة، نجم نحكيه على إدمان في الحالة هذه؟ عنده على القليلة 6 بوان من 9 بوان متاع الإدمان، اللي هما نقاط متاع الإدمان، اللي هما ديجا عندك الوقت، كنت تبعتك مليح ماشي ويكثر الوقت نتاعو ماشي ويزيد. عنده العلامات البدنيه اللي هو مثال، ولا ما عادش يرقد مليح، تعب ديما. انت مدام سونيا قلت اللي هو وقت القرايه، يبدا ماشي في وقت القرايه، اما هو كان تبعتها زاد هي مليحش، قالت يفتح هي تخمينات منها ما نعرفش، بلاكي هو شيطان شويه ويخرجوه، مي في الادمان صحيح راهو يفتعل، يبدا يحضر دي سيناريو باش مثال المعلم يخرجوا باش يمشي يلعب، نجم يلعب. هذا زاد نقطه من نقاط الادمان وموجوده. حاجة أخرى زادة قلت اللي هو ما عادش عنده إحساس بالجوع، دونك ما عادش ينجم يحس لا بالجوع ولا بالعطش. ساعات يجيون عباد عندهم نقولوا احنا ضعف في المثانة، ما عادش ينجموا يشدوا البولة الصغيرة على خاطر يقعدوا بالسويعات ما يدخلوش للتواليت، وإلا ساعات يجيونا في حالات متاع ضعف مال نوتريسيون خاطر يقعد أكثر من 10 سوايع ما ياكلوش وما يحسوش بالجوع. هذايا الكل كيف من علامات الإدمان. تنشوفوا خاطر فما زاد شكون يقول اللي فما أطفال وإلا مراهقين يوليوا يعانيوا من السمنة، على خاطر على قد ما هم يلعبوا على قد ما هم ياكلوا، ماهوش ياكلوا في ياكلوا في الشيبس، ياكلوا في البيتزا، ياكلوا دونك قاعدين ما يتحركوش وياكلوا. نجيك إيميل، يبدو لي عندك نفس المشكلة. حكيت المدام الكل صاير عليا أنا. كيفاش؟ ولدي مدمن، أنا نحسه مدمن على الإنترنت. انت تحسه مدمن، شنو ما الحاجات اللي خليوك تقول اللي هو مدمن؟ ما يرقدش في الليل، كي انا قبل ما نوصلوا ما يرقدش في الليل. هو ساعه وقتاش بدا نفس السؤال تقريبا؟ عنده عامين تو، هو في هو عمره تو، هو 12 هو عمره 12 سنه وبدا في عمر 10 سنين. 10 سنين قبل ما يبدا يلعب كيفاش كان؟ كان بالبورتابل الصغير يلعب فك اللعبات اللي حنش وهكاك بدا بهذوك، ما باللعب قبل ما يبدا يلعب كان وليد عادي، عادي ينجح في امتحاناته في الحومه، عنده يكور وعنده الكاراتيه، كان يموت على الكاراتيه، يحب الكاراتيه، تو ما عادش يمشي له بالكل، ينسى اللي عنده كاراتيه. انا النوع كيفاش كانت علاقته بيك؟ يحبني، يبوس، يبدا يرقد بحذايا في الفرش، يعني كان ديما بحذاك، كان قريب ليك، قريب برشا، كنت تحكي قريب معاه برشا، حتى يحكي لك حكاياته، حتى كي باش نقعدوا نسهروا ديما تلقاه بحذايا، تو ما عادش في البيت في الصاله ولا في بيته. يعني تقول انت قبل ما يبدا يتغرم بالالعاب الالكترونيه كان وليد طبيعي قريب لامه، يحكي معها، تحكي معاه، يسمع كلامها، كي تبدا عنده مشكله يجي يحكي لك اللي كنتي نتصور. ثم كنا نقعدوا نفطروا نسكن نفطروا مع بعضنا، تو ما عادش. دونك نسرين احنا نحكيو على خوك. كنا لا موندغ دي شوز، معناتها كي نقعدوا نفطروا الناس الكل نقعدوا نفطروا، تو امين ما عادش موجود. يعني ما عادش يقعد معاكم على الطاوله. نص نهار ينسى الناس الكل باش نفطروا، امين يدخل من القرايه نتاعو طول البيتو. يا امين هيا نفطر، يا امين هيا نفطر. يسرق لي كما قالت مدام، يسرق لي تليفوني، ما نخبيه، ما هو يلعب زاد على تليفوني، تليفوني على كونسول ولا التابلت نتاعو في وقت القرايه نخبيه له، يسرق لي تليفوني انا. يسرق، ما عندوش هو تليفونه؟ لا ما عندوش تليفون، عنده تابلت. حتى كي تبدا هي تخبي فيه في حوايجها باش هو يمشي لها كوم سي باش يحملها شي بوسه ويسل لي التليفون من جيبي من غير لا نشعر انا بعد فيك بروحي اللي انا ما لقيت تليفوني ما فماش. يحط تليفوني وين؟ يحط سيلونسيو كيما قالت المدام، يكلمني حد ما يجاوبش عليه. هذيك هي مشكلتي. ويلعب؟ يلعب. يلعب قداش من ساعه؟ في الصيف ليل كامل على طول. على طول. وفي النهار؟ في النهار ملي يقوم شد، حتى كي يخرج للشارع باش يلعب تلقاه عامل جروب هو واصحابه، وين فما الانترنت يقعدوا كلهم وكلهم يلعبوا بال تا
في الفري فاير. يجيب صحابه الكل. ولا يجيب صحابه للدار، يقعد لي عندي بلاصه هكايا، يقعد فيها قريبه للانترنت ويقعد بالله ما عايش ما خليني نلعب انا واصحابي هنا في الدار. ويقعد يلعب في الفري فاير. انت كيفاش تصرف معاه؟ تعاركوا؟ تفك له تليفون؟ تفك له تليفون، تحس ولا يحب ماذا بيه كان جات مثلا اخته يضربها، يحس يضرب. تحس ولا عنيف اجريسيف؟ اخر في الاخر معناتها حتى لسيف. عنده خوت اخرين؟ أكبر منه. أكبر. هو الصغير. أنتم اللي أقرب منكم، ما يقدرش عليكم معناها. لا يقدر. عنده البروف نتاعو في الكوليج، بروف لونجلي بعثت لي، بروف الفرنسي بعثت لي، عربية بعثت لي. كيفاش كانت النتائج نتاعو قبل ما يبدا؟ كان في 18 وفي 17 ولا 10. تو يجيب الموين قد قد. ديجا كنا تصورنا اللي هو مش باش يجيب معناها. خاطر بالحق جملة. أنا ندخل عليه ساعات للبيت يبدا عم روحه يقرا. نمشي له خاطر نفهم وخاطر نعرفهم الحاجات هذوما، هما ممكن كبرونا معناتها ماذا ولاو معناتها ما عادش كيما قبل مثلا كاللهوه نتاع كيما نقولوا كبرنا الكل ماذا ما عادش لاهين به كيف ما تلاهوا بينا نحن. نقاه تحت الكراسه حاطط التليفون ويلعب باش كي يدخل بابا والا حتى كي يرقد يغطي روحه بالفراشيه وتلقاه كلهم يغطي ديما يدخل تحت الفراشيه باش الضوء نتاع التليفون ما يظهرش. انا نفيق بالضوء من في بالي راقد، انا نمشي نتفقد ونلقى فما ضوء هكا تحت الفراشيه نفكه له نخبيه تحت المخده نتاعي وننعس، لان هو يشوفني نعس ويقعد يستنى فيه حتى ننعس، هو يسرقه لي يقوم الصباح نلقى تليفون ما فماش، يجيني حتى البيت يهز لي تليفون وما فيقش بيه. هو بخلاف القرايه يعني انا اللي لاحظته حاجه صدمتني الحقيقه، اللي الجو هذايا فري فاير ياسر تعلم العنف وياسر ترد الصغار معناتها ما عادش يخافوا. ما عادش يخافوا، راه دمي راه حاجات ما عادش تقلقوا. معناها تقول انت اللي يعيشوه في العالم الافتراضي ما كان يشوفوه. خويا انا نعرفه كيفاش كان معناها. في الحقيقه ما يتقلقوش. كان يخاف، كان يعاف معناتها الدم هكا ولا حاجه. علوش العيد شنو كيفاش كان؟ علوش العيد يخاف منه ويقعد يبكي. توا ديغنييغمون نوري فيفا كلي فيديو تاع اللي يداولوا فيهم تاع الصينيين اللي ياكلوا الارحام والحاجات هذمك معناتها. انا متقزه نوري فيه في الفيديو وهو قال لي حاجه عاديه على الاخر نورمال. قلت له يا اخي تفادلك عليا باش هكايا كوم سي انت ليه؟ والله قال لي نورمال خاطر افخت ما يشوف في الدم ويشوف في العرك وفي الضرب وفي حتى انواع الاسلحه الكل ولا يعرفهم. يعرفهم الاسلحه الكل يسميهم يعرفهم. يسميهم اي ليه؟ هل انه هو زاد ينسى روحه في الماكله، ينسى روحه في الشراب؟ ولينا نقولوا له افطر ونعطيك 10000. اي صدقني تكريوه باش ياكل. نكريوه باش ياكل وكل 10000 هذيك شنو يعمل بها؟ يشري بها ديامون. يشري بها ديامون. شعيره لما طلعتش. مصعبها. عنده اصحاب؟ عنده بخلاف اللي يلعبوا؟ اي عنده اصحاب اللي يلعب معاهم في الفري فاير في الجزائريه مغاربه ليبيه. لا بخلاف يعني. اي عنده اصحابه اللي في الحومه. اصحابه بالحق معناها. في الحومه اي يلعبوا في الفري فاير معاه. الكل يلعب ما فماش صاحب ما يلعبش. لا يجيبهم لي الكل والا يمشي هو بحذاهم وين الانترنت وين هما. باهي احنا دكتوره نحكيو على زوز وليدات. يعني هل اني هذه خاصيه نتاع اولاد ولا لقاو اولاد وبنات؟ هو الدراسات العلمية الكل اللي صارت في العالم وحتى في تونس أثبتت أن الأولاد أكثر عرضة للإدمان بصفة عامة على الإنترنت وعلى الألعاب الإلكترونية، أما مش كان فماش كل شيء الذكور اللي متعرضين، فما زاد الصغيرات اللي عندهم أمراض نفسية أخرى كما ولد المدام قالت اللي هو ديغنوستيكي إيبر أكتيف. 86% حسب التقريب من الوليدات اللي هما يتعرضوا للإدمان على الإنترنت عندهم مشاكل نفسية سابقة للإدمان، وفما زاد راهو حاجة مهمة برشا هي سهولة استعمال الإنترنت، هذه كيف عامل مع عوامل اللي يخلي صغيرات ينجموا يكونوا مدمنين على الإنترنت. يعني لاكسي سهل لاكسي فاسيل ولاكسي في البيت وسكر. انا نتصور كي كانت الحكايه على الاورديناتور كونسول كانت اصعب شويه، توا لاكسي في اي وقت في اي مكان. بالضبط، هو احنا ديجا ننصحوا ديما الاولياء والعائلات انه الانترنت تكون في وقت محدد، لاكسي جدا لي سيت يكونوا مضبوطين. نشوفوهم من بعد في الحلول كيفاش نخرجوا من هالبوتقه هذيا، كيفاش نخرجوا من الادمان اذا كان نجموا نحكيوا على إدماننا. عندنا بعض الأرقام، عام 2012 دراسة في معاهد تونس الكبرى تقول اللي 22% إدمان رقمي،
59% استعمال عادي و 19% استعمال مفرط. ما نعرفش توا قداش وصلنا. هو جوستومون الدراسه اللي قبل هذه صارت سنه اواخر 2010 بدايه 2011 في مستير، النسبه كانت في حدود 11%، هذه راكم شفتوا 22%، وفما دراسه مؤخره توا صارت في صفاقس في ديسمبر 2019، النسبه هذه طلعت في حدود 43%، وكيف كيف نسبه الذكور هي اكثر اللي هما عرضه للادمان. علاش عندنا محصوره في صفاقس برك ولا في مستير؟ ما عندناش للاسف ما عندناش احصائيه وطنيه على كامل تراب الجمهوريه. وهذا الادمان الرقمي راهو مش كان الادمان الرقمي بما فيه نحكيو على ليزيكخون كل شيء الرقمي الرقمي الانترنت الانترنت بما فيها لي جو فيديو ولي جو هذوما دو كونسول وكل معناتها مش كان سبيسيفيك دي جو ما عندناش في تونس بكل. ادمان الرقمي بصفه عامه وللاسف عندنا ثلاثه دراسات هذوما اكاهو الاخرانيه هذه نتاع سنه 2019 في صفاقس ما عندناش دراسه وطنيه. شو معناها ما فماش وعي بخطوره الوضعيه؟ هو لا الوعي موجود اما هي طريقه استعمال جديده توا النوعيه هذه نتاع الادمان هو ادمان كاي ادمان على اي سبستانس كيما نقولوا اما اللعبه هذه جات جديده توا احنا توا كاطباء عائله وكاطباء عامين قاعدين نحسوا بالاولياء انهم ضروره انهم يكتشفوا المرض هذه وكيف كيف زملائنا الاخصائيين توا النفسانيين لي بسيكيات قاعدين نكتشفوا اكثر اكثر المرض هذه والادمان هذه اما لا الاهميه موجوده ما الدراسات ما نعرفش علاش ما احناش قاعدين نقوموا بها في تونس. هي فما ما فماش كون يعمل دراسات قلة ما فماش ما هو المرض مظهر كان في 2000 اقترحوه في 2018 هو بدا قبل هو بدا قبل من 2013 مع دي اس ام 5 2013 اما اقترحوه خاطر كمرض اما لازم نثبتوا في الدراسات. الدراسات صارت في الدول الاسيويه اكثر في امريكا وفي بريطانيا ما من 2018 الدراسات بدات تظهر في تونس مش في المجال الالعاب الالكترونيه ما الادمان على الانترنت عامه ما الادمان على الالعاب الالكترونيه كمرض ظهر عام معناها في من 2018 وما حطوه في الليسته نتاع الامراض معناها افيك دي دياغنوستيك ودي كريتير بيان ديفيني كان في ماي 2019. هنا ما نجموش احنا نعملوا ابحاث على حاجه ماناش فاهمينها وما هيش واضحه. الدراسة اللي صارت في صفاقس حديثا هي صارت في ديسمبر 2019 كما قالت الدكتورة مهي وفيها الانترنت وفيها زادة العاب الفيديو اما على هذاك معناها عندنا نقص في الابحاث على خاطر المرض مظهر كان حديثا وهو ذا سلوك اجتماعي جديد وظاهره جديده حتى معناها باش نوصلوا نحكيوا على الادمان تحب لنا وقت ما دراسات جايه فو لي كومبليكاسيون والحاجات اللي قاعدين نشوفوها. جستومون على خاطر انا توا باش نسال سي سلاح وكاني فما قطيعه بين القلق اللي يحسوا به الأولياء والعائلات وربما زاد الأساتذة والأخصائيين والمسؤولين اللي من المفروض يلقاوا حلول ولا يضعوا استراتيجيات للحد من هذه الظاهرة. مش فما هكا نوع من القطيعة خاطر يظل لي أنا الناس كل يحكي في الموضوع هذايا الأولياء الكل تقريبا عندهم نفس المشكلة. صحيح هو الغريب هو هذه المفارقة اللي أشاروا لها الدكتورتان الموجودين معنا واللي هي ثم إحساس عام ساعة اللي كل واحد ينجم يراه كونه ثم إدمان يعتقد أنه ثم إدمان وثم مسألة في التعريفات اللي جاء توا تعرض أمامنا توا ثم التعريف متاع الاستهلاك أو الاستعمال المفرط. استعمال المفرط هو استعمال مفرط لكن ما هوش إدمان وثم الاستعمال العادي وثم الإدمان. هو كل الدراسات الدولية المتوفرة أشارت أنه تقريبا مفاهيم الإدمان باش نقولوا ثم ادمان هذوما نسبتهم عمرها ما فاتت 5% في العالم من نسبه المستعملين. يعني كل الدراسات المتوفره ما اشارتش الى انه ثم نسبه عاليه نتاع مدمنين اعلى من 5%. باركونتر ثم نسبه عاليه نتاع مستهلكين يعني مستعملين بالافراط. الاستعمال المفرط مش بالضروره ادمان لكن إيه يعني ما ربما زاد الاستعمال المفرط زاد خايب. خايب ما قلت انا خايب. مش انا اذا كان يكون على حساب العائله والاصحاب والعالم الحقيقي. اذا كان هذوما اطفال والا مراهقين مسكرين على روحهم بيوت ما عادش يتكلموا ما عادش يقابلوا ما عادش يخرجوا عايشين في عزله عايشين في عالم افتراضي ينجم يكون فيه برشا عنف خاطر مش الالعاب الكل فيها عنف ثم العاب هكا ولا هذا يصرف عليه المليارات ثم راه اهداف وراه ثم اهداف تحقق
يعني لا باناليزاسيون دو سان مثلا، يعني انه انك ترد تبسيط الدم والقتل والذبح والعنف. راهو اهداف، راهو ثم ناس، راهو ثم، انا ما نحبش نقول ثم اجهزه مخابرات تشتغل على هذا. الناس المستهدفين في الالعاب، انت تعرف ديما شكون هما الارهابيين في اللعبه، وشكون هما الضحايا في اللعبه، وشكون هما دائما المجرمين في اللعبه. يعني ثم معروفين، هذه معناها دي بروفيل مقدمين، العرب المسلمين هذوما دائما، يعني مثلا يعني لي جونتي لي ميشون معروفين. يعني هي اللعبه هذه وراها ناس قاعده تستخدم في تقنيات عاليه جدا، تستثمر في مليارات وراها باش تبني لي مستقبل اخر لشعوبها هي، وباش تخلي اون فيكساسيون مربوطه بشعوب اخرى معينه، باش تقعد دائما في موقع معين. فانه لما الطفل العربي لما يلعب اللعبه هذه ويرى انه العربي دائما هو حامل معناه ولا المسلم اللي هو الارهابي دائما، وتدخل هذيك في لعبته والعادي، ويرى الدم ويرى كذا، والاخر ديما في الاخر ينتصر، وينتي انت تنتصر للمنتصر، فتتولي تتعود، يعني تتولي ما عادش تفيق. هي بالحق فيها برشا فلوس الحكايه، لدرجه ان نفهموا انهم حتى المصممين للالعاب هذوما يصموهم بطريقة أنه ديما فما كتشالنج، ديما يزمو رهان أكثر، ديما فما رهان، ديما يحب يزيد، ديما يحب يزيد، وهذاك اللي يخلق اللي يوصل للإدمان، اللي يوصل للإدمان. وعندهم خبراء نفسيين راهو معاهم، حتى في جبتوا قبيلة في الغوبورتاج على الألعاب مثال كيما مريم والحوت الأزرق، هذوما يبعثوا مثال نوتيفيكاسيون للصغار وقتاش جوست قبل المغرب شوية وإلا في الفجر، وقت اللي لي كاباسيتي كونيتيف نتاع صغير معناها طريقة الإدراك نتاعو ولا القدرة على الإدراك وقتها تكون طايحة وناقصة، ويحب ماذا بها كدايخ شوية بنو يقولوا له مثال امشي اقرب للشباك، برا امشي مثال اضرب امك، برا امشي اضربك، الوقت يختاروه. هذا فما خبراء نفسانيين معاه، فما الألعاب مثل هما يحكيوا على الفري فاير وكل شيء. سامحني، والهدف من الألعاب هذيا اللي تخلي صغير وإلا مراهق ينتحر؟ هو احنا ما عندناش دراسات صحيحة توا عليها وكل شيء وإلا هكا دي شيفر إكزاكت، مي اللي سمعناه اللي هما معناها فما توجه هكايا باش يختاروا معناها عباد اللي نفسانيا يكونوا ضعاف، جوست باش ينقصوا منهم باش في المستقبل هكا يعطيوا جيل جديد شخصيته قوية. دونك هذايا نجمو نحطوه، احنا تنجم تدخل في السيليكسيون ناتوريل دو لومانيتي اللي بدا بها هتلر قبل، فهمت؟ اما ما عنيش دراسات صحيحه على الموضوع هذا. هو اكيد اللي طلع بالحكايه هذه ما يكون كان مريض، كان مريض نفسي، اللي ما يكون كان مريض نفسي. نحب نرجع نسالكم من غير ما نحسسكم، على خاطر كنا عايشين الشيء هذا، من غير ما نحسسكم بالذنب، تصرفاتكم انتوما في الدار، هل انكم عندكم ادمان على التلفزه، ادمان على البورتابل غاطسه في الواتساب في الانستغرام في الفيسبوك في كذا، عندك شويه منه؟ انا عندي، اما مش عندي ادمان، انا نخدم بيه، انا التليفون نخدم بيه، ولا مثلا يجيني يقول لي انت تخدمه، انا زيدة هاي خدمه هذه زيدة، فهمتك، ولا فما كي شونتاج. دونك انت تبدا غاطسه في انا غاطسه، انا خاطر نخدم في انا مثلا انا خدمتي هي البيع عن يعني شغل النت فوالا، يعني ما عندكش اورديناتور خدمتي زيد. لا 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 بالتليفون، انا خاطر التليفون حاجه سهله، خاطر انا نقول ربما لو كان يشوفك عندك بيرو وعندك اورديناتور يقتنع اللي هي خدمه، كيف يشوفك على التليفون بالنسبه لي ما نجم يكون كان لعب، ما نجمش يكون حاجه اخرى. لعبه صحيح، هي يراها هكاك، وبالرغم نخليه بجنبي ونقول له شوف مثلا او كيفاش هاي تكمندي على الحاجه الفلانيه هاي كذا، نبدا نجاوب فيها، انا نكلمها على الميسنجر اكزامبل كليونت ولا كليونيتي باش نهبط لهم الحانوت اللوطه، لا يرى فيها يقول لك انت، يعني هو يحب كيف ما انا نعمل له في وقت، يحب هو زاد يتحكم فيها ونعمل وقت. روحت من الصالون تاعي صايم، فمش تليفون، فمش فيسبوك، فمش انستغرام، فما حتى شيء، فمش ميسنجر، لازمني كيفه هو. تنرجعوا له نرجع، على خاطر هو محق شويه ربما محق شويه. وسامحني على حكايه اللعبه، حاجه اخرى وصلوا يصرفوا عليها، يصرفوا برشا ويبيعوا لي كونت نتاعهم.
يبيعوهم، يبيعوا الكونت. يقول لي الكونت مثلا يصرفوا يصرفوا يصرفوا، فما مثلا فما شكون اللي صرف 6 ملايين على الكونت، فما شكون اللي صرف مليون ومليون. نقول سمحنا انت تحكي على وليدات صغار، منين نجيبوا 6 ملايين ونعرف شنو؟ انا توا فما شكون كلمتها، هو صاحب ولدي، قلت لها ولدك راه يلم في الفلوس باش يشري كونت بمليون و600 في عمر بريسك اكبر من ولدي بعمر. عمره وهو عمره 13 سنه 14 سنه الطفل الموجود هذايا، معناها قالت لي اي في بالي اللي هو يلم في الفلوس وباش يشري كونت بمليون و600. يعطيها الصحه. وهذايا يهزني لسؤالي سي سلاح، مسؤوليتنا كاولياء، يعني نحكي اولا على اولياء هما زادا مدمنين ليزيكران اون جينيرال، يعني مدمنين تلفزه، مدمنين اورديناتور، مدمنين تابلت، مدمنين سمارت فون. وتقول لي اللي وليه عندها عادي انه ولدها في ال 14 سنه يصرف 1000 والا 2000 دينار باش يشي كونت. مسؤوليتنا احنا في هذايا، هل أن عندنا مسؤولية؟ شوف سونيا، في بلدان عديدة خرج لها نوفو كونسيبت اسمه لو كوفر فو نوميريك، الحظر الرقمي، بمعنى تحت معناها توجيهات من مختصين. وقع يعني صناعة هذا المفهوم الجديد هو أنه على الأولياء أنهم يعني كما يقولوا حظر جولان رقمي، معناها في وقت من الأوقات يلزم حقيقة يتحملوا مسؤوليتهم كاملة ويمنعوا منعا كليا أبنائهم في أوضاع معينة وفي أوقات معينة من الاستعمال، يعني حقيقة بمفهوم العلاج، بمعنى يعني حذر حقيقي وصارم جدا، بمعنى أنه لا يسمح. احنا ربما سمحني سي سلاح، ربما هذايا نجيوها من بعد وقت نحكيو على الحلول. أنا نحكي على تصرف الأولياء، يعني يزمو يكون جنرال، يجب يكون شامل بالنسبه للعائله الكل، مش فقط نحرموا على اولادنا من بعد احنا نغطسوا في البورتاب ولا على الاورديناتور ولا نشدوا التلفزه ما عادش نصيبوها. بطبيعه الحال الاباء يبقاو ديما هما نموذج الاقتداء في البدايه نتاع ابنائهم، اول ما يحلوا عينهم مش يحلوا عينهم في اولاد في اباتهم، معناها بوهم وامهم، ما يمكنش زاد باش يعطيوهم معناها تعليمات من الضاده، نمنعك على حاجه اللي انا نعمل فيها، هذاك نمنعك شنوة؟ على التدخين، يعني نمنعك ونعاقبك، نمنعك على التدخين وانا ندخن في الدار، وبعدين نبدا غاطس في التليفون ولا نبدا وانا نبدا غاطس في اورديناتور. نفس الشيء، يعني كما قلت لك نمنعه على التدخين وانا ندخن في الدار، يعني ما تجيش، ولا نمنع على الاستعمال الرقمي وانا نعمل فيه هو نفسه، معناها دونك التضارب نتاع هذا يخلي صغير يصدر يعني نوعا ما يستهتر. اي سي با سيريو، يقول لك اي معناها بالنهايه على شكون، يعني صغير اذا ما نعتبروش اللي هو زاد راهو عنده ذكاء راهو معين ويفهم. لا عنده برشا ذكاء اكثر منا احنا في اعمارهم، ناكد لك اللي يعني انت تقولي الكلام اللي يقوله لك بعباره اخرى وسامحني، وري الضوء لعويناتك. انت وريت الضوء لعويناتك؟ والله وليت ما عادش نستعملوا انا التليفون، ما عادش في الدار. وليت تحاول تخصص له شويه وقت حاجه؟ نخصص لشكون الوقت؟ لولدي؟ انا وقتي الكل لولدي. انا وقتي الكل ولدي، لكن انا بحكم اللي هو وقت اللي هو باش يشد قرايته واكزامبل عنده دروس باش يعملهم، انا في الوقت هذاك زاد كيف خدمتي، فهمت كيفاش؟ انا وقتي الكل اللي هو. انت اليوم معاه في انا وضعيه، في وضعيه نتاع انكم تعدي وقتكم تتعاركوا، هات التليفون، لا ما نعطيش التليفون، رجع لي التليفون. توا ولينا نعدي وقتكم تتعاركوا. توا تعدي وقتكم تتعاركوا. دونك تقولي تعدي وقتكم تتعاركوا على التليفون. على التليفون. ولا عنيف؟ اي شوي يعدوا درجه من العنف، كونه كيقول لي شنو تسميها درجه من العنف؟ كيقول لي لا هو يصيح يعيط عليك، يصيح ويعيط، يصيح يعيط عليك، يوصل ينجم وقت اللي انا باش نختف له مثلا باش نهز التليفون وهما باش يقتلوه، ويقول لي يا ماما يا باش نخليهم يقتلوني، يولي يدزني. يعني تحس اللي ينجم يوصل للضرب؟ ضرب لي دزاني دزني توا، هو راهو يدزك راهي ماهيش حاجه باهيه. اي ماهيش حاجه باهيه، ماهيش حاجه باهيه، ماهيش حاجه باهيه، خاطر وليد يدز امه ماهيش ماهيش حاجه باهيه. هو ماهوش في الوعي نتاعو، مانيش قاعده نخترق راهو في الاعثار، هو في حاله دفاع شرعي عن النفس، هو ماهوش في الحاله نتاعو الواعيه. انا قلت لك وقت اللي يبدا يلعب ولدي نحسه ماهوش موجود، العالم الخارجي اللي محيط به عنده القطوسه نتاعو، يولي ما عادش يلوج عليها.
يعني كونش وقت اللي يبدا ما يعني تحسوا في عزله تامه، في عزله تامه مسكر على روحه، ماهوش موجود. موجود كان معك اللي يلعبوا معاه هذوكم، يتكلموا ويسمعك معاهم، يتكلموا كي نكلموا ويسمعك. لا ما يسمعنيش، يتكلموا ويسمعك. نحطوا الطاوله اكزومبل كيف ما قالت المدام باش نفطروا الناس الكل مع بعضنا، خاطر احنا الاوقات نتاعنا متخالفه هنا وراجلي في ال... في ال... كي نلقاو لوكازيون باش نتلموا كيف قبل ماذا بيا هو لا ما يجيش، ما يجيش، ما يجيش، ما يجيش. شو معناها شو يقول لك وقت تقول له ما عينيش باش نتعشاو؟ ما عينيش. باهي وقت اللي انت تشد صحيح، تشد صحيح توا تقوم وتجي تتعشى، يجي ولا ما يجيش؟ كي نختفلوا التليفون مثلا لا ما تختفلوش، ما نختفلوش، ما نختفلوش، ما تختفلوش التليفون. ما دام ما نحيتلوش التليفون انا من اللي هو منقطع عن العالم، ما يراش، ما يسمعش، ما يراش، ما ياكلش، ما يتكلمش. شنو مثلا يجي حتى في اي بقعه هكا باش يقعد فيها، يقعد المفيد به يعطيه يلعب به. ان نرجعوا احنا ما ناحيه له تليفون وناحيه الواي فاي، كي يبدا عنده تليفون من غير واي فاي يمشي يجري، ما فماش في دار عزيزته يمشي يجري للقهوه فيها الواي فاي. باهي يعني هذا الكل قداش ليه من اللي صاير؟ توا عنده الحكايه عندها عام حاجه هكي. عام وهو على الحاله هذه. اكثر حاجه صادمه قالها لك والا عملها لك؟ نكرهك. أكثر حاجة صادمة وصل قال لك نكرهك؟ أكثر حاجة وجعتني اللي ولدي في الدروج وأنا خطفت له من دار عزيزته تليفون، طلع في الدروج وهو يصيح ويعيط نكرهك نكرهك نكرهك. أكثر حاجة صدمتني أنا اللي خليتني أنا سي نقوز الخطر. شنو تحسه قادر أنه يعمل إذا كان تمنعه أنه يلعب؟ يعمل من ناحية يعني؟ يعمل فيك، يعمل في روحه. اه في روحه ما نعرفش. انا توا باش حذيته توا بنحكي بور لو ماما، منحيت له التليفون، منحيه تليفوني، منح كل شيء يعني. الواي فاي مانيش مخلصته، اخويا ما خلصش في جرته الواي فاي، امي ما خلصتش، الناس الكل يعني عاملين حظر في الدار. تو نشوفوا من بعد اذا كانوا هذا هو اذا كانوا هذا هو الحل. لونترينمون كثرت لونترينمون مادام هو غرام، تو نشوفوا من بعد اذا كان هذا هو الحل. نرجع لكم امال ونسرين، شنو هي الوضعيه نتاعو توا؟ ما يحبش يقرا، يقرا القرايه ما عادش يحب يقراها. شو معناها ما عادش يمشي المكتب؟ لا يمشي يبدا مش مركز. آه يمشي للمكتب ما يركز. هو زاد يتصرف باش يطردوه من القسمه، يعمل مشكله هو تعارك في القسم وضرب بالبونيه وهز هو وحده ساكو، خاطر البروفا باش تعاقبهم الاثنين. قال له لا هو عاقبه وانا ما تعاقبنيش. البروفا قالت لهم اخرجوا الاثنين، هو هز دبش وخرج، خليه خرج من الكوليج جمله جاني للدار. معناها وصل حتى هز تليفون خالته هزه له من دارها، خاطر انا تليفوني فكيته له خبيه، واختي ما فاقت تليفونها كان بعد بجمعه ولا هو مخبيه في بالها تليفونها مفتش تليفونه، تليفونها ضاع في بالها، هو حاطه فريفاير وحاطه سيلونسي ومخبيه في بيته. يقوم في الليل انا في بالي به يقرا ولا ينعس، هو في الفريفاير. نسرين انت حضورك اليوم متحيرة على اخوك؟ متحيرة على اخويا في نفس الوقت. انا ام زاده وعندي بنتي عمرها 9 سنين، بنتي مغرومه برشا. ما بيناتهمش فرق كبير هي وخالها؟ ما بيناتهمش فرق كبير هي وخالها. بنتي مغرومه برشا بالتيك توك، هي عندها برشا غرام، برشا غرام في برشا حاجات مضيعها هي على قرايتها. اما اللي انا جابني لهنا ومحيرني شويه اللي هو التيك توك، شنو اللي تبدا تمثل تيك توك ولا تعمل ايه؟ تغني وتمثل وتبهت فيها اصلا. شنو ما لي فيديو اللي تعمل فيهم انا ما نجمش نعملهم، كيفاش تركب لي فيديو، كيفاش تعمل حاجات، انا نتصدم. وكي نبارتاجيهم إيه اما هذيا سامحني معناها هذيا فيها ابداع، فيها شوف هو فيه ابداع، هو فيه ابداع، خاطر هي عندها فك التمثيل وفي الغناء وفي برشا حاجات عندها. انا نشجعها في نفس الوقت، انا مثلا بيني وبين نفسي مانيش عارفه شنو نعمل. علاش؟ خاطر بنتي انا ديفورسي، بنتي تجيني كان في الويكاند. كيف تجيني في الويكاند ماذا بها ملي تدخل تاخذ تليفوني تيك توك ما فماش. بورتون عندي طفل صغير، ولدي لا ماهوش كيفها، حنين برشا، قريب لي برشا، نحكيو برشا، نلعبو، يحب مثلا نحط له يصور، يلون،
فهمت؟ هي عندها كانت من الاول قبل هذه اللي جيت تيك توك، كانت انا ستيليست موديليست، كانت تقعد معايا في الاتوليي، كانت تحب تاخذ قماشات، تحب تقص، مغرومه كيفي والكل. توالي ملي فما تيك توك قولها ماما هيجا عندي مانكان صغيره عملتها لها باش هي تلعب بها وش تعمل لي كروكي والكل، تقول لك لي تيك توك. دونك انت توا مفجوعه لتولي كيف خالها. انا مفجوعه من هذيك، نقول لها باغ اكزومبل هذا اخر تيك توك تعملو، تولي تبكي وتبكي وتبكي بالصوت، عرفت؟ وتقولي سي شراوح. انا اللي غالبني اللي مانيش عارفه كيفاش نتصرف معاها، خاطر مانيش معناتها مانيش جمعه كامله عندي. اسكو انا باش نخليها تلعب بالتيك توك وخاطر هي معناتها وقتها معايا صغير؟ اسكو التيك توك وتكلمني باغ اكزومبل عزيزتها تقول لي راهي ضاعت على قرايتها، راهي ماذا بها ديما في التابليت، ينحيوا لها التابليت تولي تبكي وتصيح. انا يقول لي مثلا تقول لي كي تغشش عليا ما نحبش نعطيها التليفون، تقول لي ما شاء روح روح بيا، تشد صحيح تقول لي روح بيا، تقلق بحذاك، تحسها تقلق بحذاك اذا كان فماش تليفون تقلق. يقول لي معتز، يقول لي ماما هذيك على خاطر باش تحب تروح الدار باش تشد التابليت. يعني هنا نحكيو على حاجه، ماناش نحكيو على العاب الكترونيه، نحكيو على نوع اخر من اللعب اللي هما مرتبطين بالاكران، مرتبطين بالبورتابل، مرتبطين بالاورديناتور، اللي نجموا هما زاد يكونوا ادمان. بالضبط، اذا كان البنيه تو عمرها 9 سنوات هي حسب ما قالت، وفما لهفه كبيره اني تشد التليفون وتستعمل الابليكاسيون هذه، وهي حسب ما فهمت ابليكاسيون تهبط في التليفون تسجل دي فيديو وبعد تهبطهم وتشوف رد الفعل نتاع اللي باش يتفرجوا عليها. دونك اللهفه هذيك هي نوع من الادمان بالطبيعه. وهوني بتتر هي قالت جمعه كامله البنيه ماهيش عندها، ما نعرفش اسكو في باقي الاسبوع هل هي تستعمل ولا لا، خاطر زاد كيما قلنا معناتها سهوله في الاستعمال نتاع الانترنت وكل تستعمل باقي الاسبوع. اللي حبيت بما اني تحب تروح بما اني جوستومون اما اللي حبيت نقول انه كيما الدراسات اثبتت انه السهوله في الاستعمال تنجم تكون عامل نتاع الادمان، كيف كيف سياسه الردع والمنع المفرط ليه ما تشدش وهيك ونعطيك الجمله، كيف كيف هي راهي تنجم تكون من عوامل الادمان. هي تدخل في الخانه نتاع الالعاب الالكترونيه راهو لي زابليكاسيون زاده وعلى الاب ستور. لا حبيت نقول اللي ما تدخلش في خانه الالعاب الالكترونيه العنيفه اللي فيها الدم، هذه فيها ابداع وفيها فيها تمثيل وفيها حاجات مزيانين ينجموا يكونوا. عمرها 9 سنوات. فيها وقت بكري كما قال الدكتوره يعطيك الصحه، دونك بكري عليها عندها الوقت اللي تتخصص له للعبه هذيا. واهم عامل توا علاش هي تتسمى راهي ادمان على خاطر فما لو فليشيسمون سكولير، المردود الدراسي ينهار مش يطيح ينهار. وقت اللي يضعف المردود الدراسي نفهموا اللي فما مشكله. فما مشكله ما نستناوش ل 12 شهر اللي احنا تويكا نحكيو على 3 حالات اللي طاح فيهم المردود الدراسي. دونك كلهم مغرومين، فما غرام مفرط وفي نفس الوقت يخصوا برشا برشا وقت، وفي نفس الوقت المردود الدراسي نتاعهم ضعف. ضعف المردود الدراسي نتاعها نقصت في اعدادها معدلها نقصوا. اي نقصت وحتى ليتود ما تحبش تمشي له. اخر طرفه عملتها لعزيزتها باش تهزها تقرا ايتود فرونسي، قعدت تدور بها تدور بها باش ما توريهاش الدار نتاع ليتود وين باش تروح تشد التابلت. يعني نسألكم في الحالات الثلاثة هذوما نجموا نحكيوا على الأقل على الأقل على غرام مفرط، استعمال مفرط اللي هو ثنية معناها أوتوروت مش الإدمان. مش أوتوروت، هو بين الاستعمال المفرط والادمان السلوكي ما نشلقوش بروحنا وقتاش نتعدي وقت اون باسكول اون باسكول. انا جو مو دوموند معناتها شنو الحل؟ شنو نعمل؟ اتو نوصلوا للحلول. نكمل نشوف ضيوفنا الكلهم ومن بعد نوصلوا نلقاو شي حل. شنو نعيط لك؟ نعيط لك امين ولا حشيش؟ لا قولي انت. عادي انا استعملت حشيش يعني وانا باش نعيط لك امين. اوكي دونك امين انت مغروم كيف ما الجماعه ولا ملي انت صغير؟ من العمر بديت؟ لي جو معناها بصفه عامه. لي جو اي تقريبا 14 سنه عمري 14 سنه بديت. ملي عمرك 14 سنه بديت تتغرم؟ وقتاش اول مره شديت شنو اورديناتور ولا تليفون؟ نلعب اورديناتور.
كونتر سترايك. اول ما لعبت لعبت على اورديناتور. كيفاش كنت تخصص وقتك؟ نحكيو على نفس الشيء يعني ماذا بيك نهار كله انت لاصق في الاورديناتور؟ عندنا معناها استعمال مفرط ما مش ادمان. خاطر احنا معناها ديما المشكله ديما تصير مع الصغار. ما عندهمش معناها كومبيتونس. انت علاش تقول احنا؟ احنا ما نقصد الكبار. احنا الكبار فوالا. الكبار يعني. ايه. خاطر الصغار ديما عندهم مشكله. ايه عاد انت وقت 14 سنه مازلت صغير. لا ليه نحكيك تو مش نحكيك على. لا احكي لي ساعه نبداو 14 سنه كيفاش كيفاش كنت؟ 14 سنه كنت عادي نلعب معناها في الويكاند ولا ساعات ما نلعبش عادي معناها مانيش مغروم جملة. انت وقتها تقرر ولا والديك يقولوا لك لا ما عندكش الحق في وسط الجمعه وانت تقرا باش تشد تلعب على الاورديناتور؟ والدي وقتها ما يخلونيش نلعب معناها في وسط الجمعه جست في الويكاند برا. دونك عندك الحق في الويكاند وفي الويكاند عندك الحق في السويعات ولا فري تنجم تعمل اللي تحب؟ انت مثلا كان جمعه هذه نتاع دفوارات مش كما جمعه نتاع قرايه عاديه مش كما جمعه نتاع عطله معناها كان عطله بالطبيعه فري ديما نلعب كان نتاع دفوارات نحاول ناخذ ساعتين ثلاثة سوايع ماكس في النهار نلعب معناها ما فماش حاجه ديما معناها كل مره كيفاه حسب ما نتفكر خاطر عندها برشا عمر 21 سنه برشا برشا ما كبرك باهي فك الوقت هذاك دونك كانوا يتحكموا فيك ما يوصل عمري واللي ما عادش يتحكموا فيك مش كيما ال 14 كيف ما 18 مثلا وي. اللي تولي ان جون ادولت معناها كهل على الاقل ما عادش قاصر في ال 18 19 كيفاش كنت تلعب؟ باهي ملي نجحت في الباك يعني تقريبا من 18 اخر دخلت في 19 وقتها وليت نلعب برشا يعني عليه خاطر نقص الذهك ما عادش كيما في الباك وبرشا قرايه وبرشا كل شيء ولا فاكلتي يعني نجم نلعب عندي الوقت باش نلعب والقرايه في الفاك ماهيش سهله بالطبيعه ما تطلبش وقت. باش نقول لك ماهي سهله في الفاك. انا في بالي في الجامعه القرايه اصعب. انا نقرا في قرايه معناها كلها تيبيات تقريبا. نقرا في قرايه معناها انت شنو الاختصاص؟ ميكاترونيك يعني. ان شاء الله مازالي بي اف ونخرج تكنيسيان في الميكاترونيك اللي دخلت ما بين الالكترونيك الكتريك والميكانيك مع بعض. ميكانيك والكترونيك دونك تجمعهم مع بعضهم يوليو ميكاترونيك. داكور. تقرا في زيت. كي نجحت في الباك يعني مويان به الحمد لله دارنا ما عادش معناها تبعوني جمله ما عادش امور ثقه ناجح شيمنا بالضبط ولت امور ثقه وقتها وليت طلب يعني مي في نفس الوقت استعمال مفرط ايه مش ادمان ما وصلتش يعني شنو تسميه استعمال مفرط؟ استعمال مفرط يعني يمكن تاخو هكا شوي مع اصحابي يمكن مع وقت يعني باش توصل تاخولي وقت قرايتي ولا وقت كل يوم؟ كل يوم نلعب قداش من ساعه في النهار؟ نوصل ساعات نبدا مثلا ما نقراش ولا حكايه نوصل حتى خمس ساعات عادي خمسه سوايع خمسه سوايع فيهم بوز ولا بلاش بوز؟ فيهم بوز لا بوز نتاع ساعات نبقى ست ساعات حتى بوز نتاع تمشي للتواليت تمشي تشرب كيس ماء ماكله ماء تاكل حاجه بالضبط اما خمسه سوايع على طول تقريبا بالضبط خمس سوايع تقريبا الاكثريه على طول خاطر تبدا تلعب تدخل ديجا انت في عالم افتراضي ماكش باش تحس روحك عطشان ما يجيكش الشعور نتاع عطشان ولا جيعان ولا ما تحبش للتواليت تنسى الجوع وتنسى العطش نجم تعدي ليله كامله تلعب؟ نجم تعدي ليله كامله نجم. تلعب باهي هذا يفترض لي من غدوه ماكش باش تقوم بكري نورمالمون يتقلب الريتم بين ليلك اللي يولي نهار ونهار يولي ليل يعني انا نتصور وقت واحد يعدي ليله كامله وهو يلعب من غدو وقت يغلبوا النوم يشد يرقد نهار كامل على طول. وي مي انا راه نتحكم يعني في القرايه ما نسهرش برشا برشا نحكي لك هكا راه في مود عطله ولا ويكاند ولا في صيف ولا في القرايه لا ما نوصلش معناها نبقى نسهر برشا برشا نلعب معناها نروح مثلا من القرايه الستة نلعب حتى كش العشرة ال 11 عادي نجم نفيق يعني ثمانية معناها ما نوصلش نفوت نصف الليل ولا حكايه هذه في القرايه بالنسبه للصيف وي ساعات خاصه في رمضان يعني كبد رمضان ما فيش قرايه بالطبيعه تو رمضان سيدي جا عنده عامين دخل في القرايه اما قبل كان رمضان ماهوش في القرايه كنت في رمضان يعني يتقلب جمل نهار ليل نهار ليل يعني تبدا صايم تبدا ريق نهار كامل لقيتها من الجنة والناس وفي الليل تبات تبات تلعب شنو اللي بدل لك في حياتك؟ انا حبيت شنو اللي بدلوا لك في حياتك الالعاب الالكترونيه؟ العاب وصلت اثرتها مو حبيت نخوهم انا بوزيتيف عملت شين يوتيوب وليت نعمل في كونتوني على اللعبه نعمل فيديوهات نعمل لايف كل شيء اسمع عاش ولدي بشويه خاطر شيء ما فهمت شين يوتيوب وفهمتك شنو تعمل فيها؟ نعمل فيديو ونلعب ونهبطوا على شان يوتيوب يعني نزيدوا مونتاج نزيدوا حاجه تصور روحك تلعب وي بشوي 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 يعني وليت نعمل لايف وليت فما عباد تعرفني وليت عباد تتبع عباد يعني تز معاك تسبورتيك بالباهي ولينا كيفاش نفسر لك؟ ما تفسر ليش خاطر ما فهمت حتى شيء ونشوف التقرير بالكش نفهم شويه اوكي
أول شيء معناه تطلع بكوميونيتي عربية في مدة قصيرة المليون أبوني، منه له رقم أكبر من هيك في اليوتيوب، هيك أول حاجة خطروا يستحق معناه. فهم برشا على عائلات عندهم حق الجود بعض ولا قرايته كومبليتمون، يعني مثلا يكون يقرا يبطل القراية في الجو ولا يكون يخدم يبطل الخدمة في جورة الجو. ما أنا حاولت ما نوصلش للحكاية هذه، يعني باش دارنا ما يراوش أنه فما إفي نيجاتيف من الجو عليا أنا. النصيحة اللي نجم نقدمها أي شخص يلعب فري فاير، يعني خاصة جدد معناها، خليها ديما حاجة ثانوية، مش حاجة معناها مش كي تفيق تفز تحل الجو، لا تفيق تمشي تشوف أمورك، تمشي تقرا، تمشي تخدم، مش عندك تعمل، جست تستغلها بوزيتيفمون. بو اللي فهمته اللي انت نوع من الستار في اللعبة، في عالم الالعاب. لا من الاول قبل ما كنت نلعب يعني برشا العاب، ما كي نجحت مع فري فاير سي ركزت مع فري فاير، ما عادش نلعب. فري فاير اللي يحكيوا عليها يحكيوا عليها جماعه اللي ولدي فان من اللي فان نتاعو. فان حق جبته باش يتصور معاه. يترنى يعني كثير. شنو هي الفايده من اللي تعمل فيه؟ أباغ الغرام بالطبيعه ما دامك مغروم مغروم، فما فايده اخرى؟ فما فايده ماديه؟ فما فوائد ماديه، فما فوائد ماديه. كيفاش معناتها تنجم تصور فلوس؟ نجم تصور فلوس وي. مثلا كيفاش؟ باليوتيوب، فما دي بيبليسيتي تعملوا في اليوتيوب تخلص عليها. أنا كيما أي شان كيما أي شان يوتيوب عاديه، ونجم حتى تعمل دي بيب اخرين مع شركات. انا ما نعملش الحقيقه خاطر مانيش عاملها على الفلوس، اما كي واحد يحب يردها خدمه معناها ويدخل منها برشا فلوس ينجم يدخل برشا. معناها والله في المستقبل الحقيقه، خاطر تو ما عنديش وقت، خاطر لازمها وقت، وانا نسكن في سليانه يعني بعيد، هم ديما كل شيء في تونس، لازم في العاصمه يعني باش تصير لي كونتاكت مع الشركات وكل شيء، ما دخلت عليها يعني. وكا يعني انت رغم انك بعيد على العاصمه قدرت انك تولي معروف في الدومين هذايا. في الدومين هذا يعني اترافير الحقيقه الجو عاونتني زاد، مش انا كهو خاطر انا انت معناها كيما كل انفلونسور اللي في اللعبه هذه. وي في اللعبه هذه انت تعتبر انفلونسور وطنيا ولا توصل حتى دوليا؟ لا دوليا، انا عندي اكثر من مليون، يعني مستحيل يكونوا توينس، عندي مليون و250 شخص يتبعوا فيا على اليوتيوب. مليون و250 مليون و250 شخص على اليوتيوب يعني تبع فيا. فهم برشا توينسا مغاربه جزائريين، فما حتى من اندونيسيا والبرازيل، فما زاد حتى من برا جمله يعني يعرفوك يعني تويكا. فما ناس في اندونيسيا والبرازيل. وين مشيت البرازيل سلموا عليا غادي؟ وين مشيت البرازيل؟ صار ايفينمون في اللعبه هذه، اللعبه استدعت لي زعما انا عيطوا لك. وي اللعبه يعني معترف بيك. اي معترف بي من الشركه ديجا، انا معناها فما ديجا كونترا صغير عاملينه مع الشركه، احنا لي زانفلونسور الكبار مش معناها الكل. لي زانفلونسور فما كونترا صغير بيناتنا معاهم، انا كوم كوا احنا نعملهم في بيب، احنا مانيش نعملهم في بيب ريالمون، خاطر انا عمري اللي نجي في فيديو العباد يجوا العبوا، لا انا جوست اللي يلعبوا معناها نعملهم هما في كونتوني سي ديجا حاضرين. معناها نوع من الديمونستراسيون تعملها؟ برشا حاجات نعمل، نجم نعمل ديمونستراسيون، نجم نعمل لايف، نلعب جوست نلعب مع اصحابي، نعملوا لايف يبداوا يسمعوا فينا العباد نحكوا، نعمل نحاول نعملوا ضحكه مع العباد، نجم نعمل فيديوهات ونعمل في لقطات معناها كي نطيح شكون ولا حكايه. نجم تهبط لبسه جديده في اللعبه نشريها اللبسه هذيك ونوريها للعباد، باش العباد قبل ما تشري تجي تاخذ فكره معناها، خاطر ما نجمش يشري ديريكت، تجي شوفني انا كي خذيتها كيفاش جات اللبسه ومن بعد يمشي للعبه معناها يشري. لبسه شنو؟ لبسه اللعبه فيها كما تحكي لك هي ديامون خنار هيك الكل معناها، فيها برشا لبس اللعبه كما في الدنيا بالضبط نفس الفكره. قول لي شنو هي اللبسه؟ انا خاطر نعرف سرويل صبت معناها فما لبسه سبيسيال بالضبط كما في الدنيا بالضبط معناها كي بيرسوناج ولا كيفاش؟ يعني بيرسوناج خيالي عندك بيرسوناج خيالي تصرف عليه وتلبسه واللبسه هذيك تبقى انت بيرسوناج خيالي؟ لا كل شخص كي باش يحل اللعبه هذه ديجا تعمل كونت، الكونت هيك تشري فيه دي بيرسوناج تحب تلعب بهم وتشري لهم الدبش نتاعهم وتخبيه الدبش هذاك معناها هيك عباره في الدنيا انت تصرف على روحك يعني فما تقوي الكاركتير عباره الماكله معناها كل في الدنيا هذه حبوا يدخلوا في العالم هيك بالضبط كما انت تشري دبش لروحك تمشي تترينا معناها نفس الحكايه هذيك غادي فهم اما كل شيء بدي مو نجم تترينا يعني في اللعبه جوج كل شيء بالفلوس معناها تشري لبسه باش تقعد على كرسي ما فهمتش معناها لبسه اش تعمل بيها؟ لبسه ليه في اللعبه كذا تلعب تحارب يعني انت باش تحارب معناها انت تلعب كيفاش معناها تويكا مثلا واحد يلعب تنس يهبط على تيران لبس تنس انت ما خدمكش فاهم الكونسيبت تاع اللعبه الكونسيبت تاع اللعبه شنو قد عمري مانيش فاهم نعرف انت كي تلبس اللبسه واش تعمل وين تقعد اوكي باش نبسط لك هما 50 يهبطوا في جزيره يتعاركوا ال 50 هيك شكون يبقى حي اخر شخص انت كي باش تعمل مش انت اللي تلبسها لا لا تلبسها انت انت كي باش تعمل في الجزيره في اللعبه انت في اللعبه باش تلبسها انت اما في اللعبه في اللعبه معناها انت اللي في اللعبه انت اللي في اللعبه البيرسوناج بتاعك في اللعبه هو اللي باش يلبسها اللبسه هذيك وكي باش تعمل تحارب يعني يشوفوك اللي ضدك باللبسه هذيك
اللي انت شريتهم وكل شيء واصحابك زاد يشوفوك نجم حتى ساعات ما بين الاصحاب يبدو معناها انا عندي لبسه هذيك خير من لبستك وكل شيء معناها تنافسوا على بعضكم وي تولي منافسه بالضبط بي بو احنا نضحكوا اما نتصور برشا ولا اغلب الناس في وضعيتي جهال تماما شيء ما يفهموا من الحكايه هذيا قبيليك سالتك دكتوره قلت لك هل اني ولاد اكثر ولا والا بنات اكثر احنا توك ما عادش نحكيوا على اطفال ولا مراهقين نحكيوا على كهول دي زادولت اللي هما مش فقط منغمسين في الألعاب الإلكترونية تقريباً شطر ولا ثلاثة أرباع حياتهم تحوم حول الألعاب الإلكترونية ما ناخذوش مثل حشيش اللي يبدو أنه متزن تماماً في حياته متزن يعني تخدم على روحك عندك صديقة لا ما عندكش مش متزن برشا 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 خاطر يزبك صديقة ما دام فاتن نمشيو للحب من بعد المفيد ما عندكش وقت العلاقات الغرامية لا انا ما نحبش يعني اختيار شخصي وبرا انت لا اذا كان اختيار حاجة اخرى اذا كانوا نقص وقته اذا كان وقتك الكل معناها في عوز تخرج مع صديقة ولا مع بنية تحبها تفضل تقعد على كرسي تلعب ربما وقتها يولي الإشكال لا مش هذا الموضوع أن توكا فما ناس ينقطعوا عن العالم تماما يعني لا عاد يحبوا لا عاد يكرهوا لا عاد يخرجوا لا عاد يمشيوا لا عاد يجيوا فما علاقات زوجية تحطمت فما ناس بطلوا الخدمة ما عادش يخدموا اضطردوا من خدمهم لأنهم ما عادش قادرين أنهم ينقطعوا عن اللعب صحيح هذا؟ بالضبط لي كونسيكونس نتاع الادمان معناتها لي كونسيكونس راهم على الحياه الاجتماعيه الحياه العمليه بالنسبه للزهر والمراهقين هي على الدراسه كما قالوا معناتها نلقاو انفليشيسمون سكولير عند الصغار اللي يقراو بالنسبه للكبار باش تولي تاثير باش يكون على العلاقه نتاعهم الاجتماعيه في العمل نتاعهم فما شكون حتى يهرب من الخدمه نتاعو ويختلق الاعذار هو معناتها من مظاهر الادمان انه ديما المدمن على الالعاب هذه ولا على الانترنت يختلق الاعذار والاكاذيب باش ما يمشيش للخدمه نتاعو ولا ما يمشيش للدراسه نتاعو باش يقعد اكثر وقت وباش الوقت هذاك يمشي ويتزايد معناتها هذا هو الادمان دونك فما اما هو حسب اللي حكاه واللي رواه في بالي انا متزل معناتها غرامه ايجابي ما فقدش السيطره وغرامه هذه هي الكلمه ما فقدش السيطره متحكم في حياته متحكم في الوقت يشري في الحوايج المفيد قل لي مكلفه الحكايه هذه سامحني انت وقت اللي بديت تلعب وفما مصروف يعني احنا شفنا الحالات اللي كنا نحكيه فيهم يعني أمهات يتشفعوا من أنه كل فرنك يتيح في يد الصغير على حساب ماكلته وعلى حساب أي حاجة ينجم يشريها يفضل أنه يشري الدماء وما نعرفش شنو آخر فما العاب زادة تتشري العاب الإلكترونية تتشري إذا كان أنت ترتقي إلى مستويات أخرى نتصوري فما مصروف أقوى كيفاش كان تصرف عائلتك أمين معك شجعوك أعطاوك كيفاش كانوا الحقيقة يعني عائلتي شجعوني على الأخر في المصروف وكل شيء خاطر أنا خاطر نخدم في اليوتيوب ما كشخص عادي كان جيت قبل ما نبدأ نخدم في اليوتيوب فيها برشا مصروف يعني حتى نعرف دي زوكزون مصروف شو معناها من قبيل مصروف قديش برشا تنجم توصل يعني في الشهر قديش تنجم توصل لحكاية فما ما نحكيش على روحي معناها نحكي عليك اصحابي معناها نعرفهم بالباهي فما شكون يوصل حتى يصرف في الشهر حتى عادي 400 500 دينار في الديامون اللي هو يتخبي في اللبسه هذيك في اللعبه والماتيريال الماتيريال ما يستحقش الشخص عادي الماتيريال تستحق كي تحب تخدم على اليوتيوب يعني تحب تعمل كونتينيو كيما انت تو تخدم على اليوتيوب انا نخدم على اليوتيوب قداش تصرف؟ انا قداش صرفت؟ صرفت معناها انا الماتيريال نتاعي اللي نخدم به معناها سيت اب تقريبا 12 مليون 11 مليون و800 وشويه 12 مليون وانت طالب مش اي دار انا عندي مشروع صغير مع بويا وابار هذا زاد دارنا عاونوني الحقيقه يعني. فوالا داركم كانوا مساندينك لدرجه انهم مكنوك من الفلوس باش تشري ماتيريال وي بالضبط خاطر احنا دارنا طالبين مني جست القرايه معناها نحاسبهم جست بالقرايه قرايه سافا اوكي عمل تحب هذاك معناها ديما البرانسيب بيني انا والدار دونك مادام نقرا سافا يعني ما خافوش انه يتحول الادمان
لا لا ما خافوش. يعني انت كنت ديما ملي بديت لليوم ديما عطيهم احساس بالامان، على خاطر وقت اللي يولي استعمال مفرط وقتها ندخلوا في البوط، قال لي نتاع الشيء اللي كنا نسمعوا فيه قبيله نتاع الخوف، خايف على ولدي لا يولي مدمن، لا يولي يعاني من امراض، لا يولي منعزل عن العالم، يقطع الماكله والشراب كيف ما شفنا. ولديك عمرهم ما كان عندهم الاحساس ولا الخوف هذا؟ كان عندهم ساعات ديجا كنبدا نلعب ولا حاجه تكلمني امي، لحظه تو نجي نبقى نلعب، تصير ما تصيرش بكثره يعني، ساعات في اوقات معينه مثلا يبدا عندي بطوله ولا حاجه مهمه، مانيش جست نلعب، عندي بطوله ولا حاجه مهمه، تصير المشكله الاشكال هذاك نتاع ابوي يكلمني مثلا اجي عاوني ولا حكايه، انا ما نمشيش في اللحظه هذيك، جست معناها في بريود معينه، ما مش ديما مش على طول يعني الحكايه هذه تصير لي. ايمان كانت تقول اللي ولدها فان نتاع حشيش، ونتصور اللي فما برشا وليدات اللي هما زادا فان، حاجه تفرحك ولا تحس اني مسؤوليه كبيره؟ هي حاجه تفرحني في العاده، ما الحقيقه مع الصغار برشا تولي تخوف، خاطر تحس روحك عندك مسؤوليه يعني، مع اني ننصحهم ديما الصغار، اكيد خاطر الصغار ما عندهمش كومبيتونس باش يعملوا كريزونمون نتاع حاجه تفزدك ولا نتاع شوالي ادمان ولا نتاع قرايه، تو كبير ما تخافش يعني، كبير ديجا معناها ينجم يريزوني وحده ويفهم وكل شيء، من الصغار مشكله فيهم، صغار بيشوف صحابه مثلا يلعبوا شوالي ماريهم، يولي حتى نلعب، صاحبه ما يمشيش يقرا، يولي حس حاجه عاديه، حتى ما يمشيش نقرا، يولي وقت يدخل في المشاكل نتاع الادمان ولا المشاكل اللي حاجات نيجاتيف الكل من الجو، كيما ينجم بعده على قرايته، على صحابه، على عائلته، ما يلعبش في الشارع، خاطر احنا صغار لازم نلعب ولازم فما ثقافتنا معناها وكل شيء، ملي صغار تقعد تشوف الصغار طالعين جدد، حتى واحد ما يعمل ما كيفاش تخرج تكور في الحومه والحكايات هذيك الكل، تلعب البيس ديما قاعدين على كرسي بالضبط ولا ممدودين على فرش. انت وقت اللي تعمل الفيديو نتاعك تقدم هالنوع من النصائح للصغار؟ نقدمه مش باش كل فيديو يعني بيجي نقدم، ما نقدم معناها في لايف كذا ديما نقدم، نجم تقول خاطر تحس اللي نجموا انت يسمعوك، انت يسمعوك ما يسمعش امه ولا اخته، وقت تقول له هذاك العدو اللي قاعد يمنع فيه من اللعب. لا لا بالعكس، انا ننصحهم ديجا حتى قداش مره في لايف ولا حاجه يكتب لي واحد كومنتري حشيش غدوة، انا عندي دفور نسكر اللايف وبرا اقرا على روحك، فهمت؟ خاطر جست الجو قول راني انا قريت على روحي، راني انا كنت عندي اعداد باهيه، راني ناجح في قرايتي، راهي قرايتي صعيبه بالضبط، خاصه كما حكيت لك يعني نحاول ديما نحكي للصغار، خاطر الكبار ماهمش مشكله كبيره يعني. كبار نسبه صغيره يعني مقارنه بالصغار، الصغار برشا صغار مغرومين وعندهم الاستعمال المفرط اللي قريب يدخل الادمان برشا صغار، حتى ابار ليزيكزومبل بحذانا انا نعرف برشا صغار ديجا اماتهم جاو يحكوا معايا وحكيت معاهم الصغار ونفسر لهم ونوضح لهم ونعطيهم، انا مانيش كيف راه انا كبير راني انا نقرا، حاول معناها جست تلعب تاخذ نص ساعه ولا ساعه ماكسيموم في النهار، وساعه هذيك ما عندكش خدمه، نحاول ديما نوصل لهم هكاك، ما ماكش باش تنجم الناس الكل يعني، فما عباد مثلا تحبني تسمع بكلامي. إيه انت كيف يسمعوا كلامك اثنين ثلاثه 10 معناها هذايا كله داخل في الربح، بو من نجم نقولوا كيف نشوفوك حشيش اللي الالعاب الالكترونيه ما فيهاش فقط سلبيات، بما انك فيها ايجابيات، بما انك انسان متزن تظهر زين هكا وتبعث على الطمانينه، تصور منها فلوس اللي هي حاجه ماهيش خايبه، تنجم تصور منها اكثر فلوس، كسبت منها الشهره، ماهيش فقط العاب توصل للادمان للعنف كما كنا نشوفوا فيه. تنرجع لك من بعد في كلمه الختام اذا كان عندك نصيحه شنو اللي باش تقول، قلت لي ما عندكش صديقه وهذا اختيار منك، فما جماعه نعرفهم انا يلعبوا 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 حتى ينحبوا بعضهم، كيفاش تجي هذا؟ تحكيولي مباشرة بعد الفاصل.